قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا يذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن نبي الله سليمان عليه السلام أن الله عز وجل توفاه وهو في بيت المقدس، وكذلك تكلمنا عن نبي الله العزير وكيف أن الله عز وجل أراه، كيف قدرته في إحياء الموتى وإحياء الأرض بعد موتها. الله عز وجل ما ترك أمة ولا قرية إلا وأرسل لها رسولا، بل الله عز وجل يقول عن الأمم وعن القرى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. بل يقال أن بني إسرائيل أرسل الله عز وجل فيهم ألوف الأنبياء والرسل، لأن الله عز وجل كما قال عن نفسه: وأرسلنا رسلنا تترى، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لا يكون لأحد من الناس عذر عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن الآن في الحقبة الأخيرة في بني إسرائيل، في زمن نبي الله زكريا عليه السلام، قبل ما يزيد عن 2000 سنة بقليل. زكريا عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بأن لم يرزقه الولد، كبر بالسن، شاب شعره، كبر سنه، ومع هذا لم يرزقه الله عز وجل ولدا. زوجته كانت عاقر، كانت عقيما، وسوف نرى في قصة العذراء مريم عليها السلام أن زكريا عليه السلام كان يتكفل بها، كان يأتيها بالطعام في بيت المقدس. لكن الغريب، كلما دخل زكريا على مريم وهي فتاة صغيرة في بيت المقدس ليأتيها بالطعام، يجد عندها طعاما ورزقا، طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، ويرى من حسن عبادتها والكرامات التي يجعلها الله عز وجل لها. هنا زكريا عليه السلام اشتهى الولد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، أخذ يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد، لأن زكريا عليه السلام يعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، مع أنه كبير بالسن، قد بلغ من الكبر عتيا، وزوجته عقيم وعاقر لا تلد. والله عز وجل أخبر عن نفسه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. زكريا عليه السلام أيقن بهذا وعلم أن الله عز وجل لن يعجزه شيء، فأخذ يدعو الله جل وعلا بالولد، يقوم الليالي تلو الليالي، يصلي آخر الليل، يرفع يديه، إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف الدعاء بالسر بينه وبين الله عز وجل. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما دعوتك بأمر إلا واستجبته لي يا الله. هذا الدعاء
أطلبه منك يا ربي أن ترزقني الولد يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا رب أريد ولدا صالحا يرثني بالنبوة، يرثني بالدعوة إليك، يرثني بعبادتك يا رب. أخذ يدعو الله عز وجل، والملائكة تستمع إلى زكريا عليه السلام يدعو الله عز وجل. ماذا يريد من الدنيا؟ لا يريد أمرا، إنه يريد ولدا صالحا في هذه الدنيا. إنه بلاء الله عز وجل لأنبيائه، نبي يبتليه الله عز وجل بأن لا يرزقه ولد، أي بلاء هذا؟ إنهم الأنبياء أشد الناس بلاء. ثم الأمثل، فالأمثل أخذ يدعو الله عز وجل، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال زكريا يا رب زوجتي لا تلد وأنا كبير بالسن، لكن مع هذا يا رب فإنني أرجو منك أن ترزقني الولد. في ليلة من الليالي وزكريا يدعو الله عز وجل، إذا بالملائكة تأتي إليه فتقول يا زكريا يا زكريا إن الله عز وجل يبشرك. قال بأي شيء يبشرني؟ قالوا له يبشرك بولد اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر، أنا يبشرني الله عز وجل بالولد؟ كيف وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قالت الملائكة كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا الله عز وجل الذي خلقك من لا شيء قادر على أن يرزقك ولدا وأنت كبير بالسن وامرأتك أصلا لا تلد. قصص نور قصص قصص نور قصص. زكريا عليه السلام لما بشر بالولد فرح فرحا عظيما، لأنه علم أن هذا الولد الذي سماه الله عز وجل يحيى لن يكون كأي إنسان، بل سيكون نبيا من الأنبياء، سيكون سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرح زكريا عليه السلام فرحا عظيما، خصوصا وأنه لم يبشر بهذا الولد إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وكذلك زوجته كانت امرأة عاقرة، ومع هذا بشره الله عز وجل بولد سيكون نبيا يا زكريا. في هذه اللحظات دعا زكريا ربه، قال ربي اجعل لي آية وعلامة تدلني على قرب وصول هذا الولد وهذا النبي. قال الله عز وجل لزكريا آيتك وعلامتك على وصول هذا الولد أنك لا تتكلم ثلاث ليال، ثلاثة أيام لا تتكلم فيها يا زكريا، لا تستطيع أن تنطق بها، فقط تشير إلى الناس إشارة وتوحي إليهم إيحاء تذكرهم بالله جل وعلا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال، ثلاث ليال سويا. ومرت الأيام وفعلا فإذا بنبي الله زكريا عليه السلام لا يستطيع أن ينطق، فخرج على قومه من المحراب، لأن عادته كانت العبادة والجلوس في المحراب يعبد الله عز وجل أو يدعو الناس إلى الله جل وعلا. خرج على قومه من المحراب، رأى أنه لا يستطيع الكلام فإذا به يقول، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا، أي اعبدوا الله عز وجل، أن سبحوا بكرة وعشيا. إنها اللحظة الموعودة، زكريا عليه السلام توقف نطقه، بدأ يشير إلى الناس ويذكرهم بالله عز وجل أن صلوا أول النهار وصلوا آخر النهار، أن سبحوا بكرة وعشيا.
وفعلا رزقه الله عز وجل غلاما صغيرا صبيا جميلا سيكون سيدا للناس ونبيا من الصالحين، هو يحيى عليه السلام ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام، فخالته مريم العذراء سيدة نساء العالمين. نشأ يحيى عليه السلام في بيت النبوة، في بيت زكريا أبيه، فهو نبي ابن نبي. نشأ الصبي في هذا البيت نشأة صالحة، فكان يتربى على الإيمان ويتغذى على الطاعة. كان وهو صغير آتاه الله عز وجل الحكمة والعقل والحكمة، وآتيناه الحكمة صبيا. في يوم من الأيام كان الأطفال يلعبون وهو صبي صغير، كان الأطفال يلعبون فنادوه فقالوا: يا يحيى ابن زكريا. قال: نعم. قالوا له: تعال نلعب. فالتفت إليهم وقال: ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا، وآتيناه الحكم صبيا. أعطاه الله عز وجل الحكم والحكمة والإيمان، بل كان كثيرا ما يخرج إلى الغابات ويتجول بين الأشجار، وكان يأكل من ورقها ويشرب من الأنهار، وكان يجلس يبكي من خشية الله عز وجل. في يوم من الأيام افتقده أبوه وأمه، فبحث عنه 3 أيام لم يجدوه، حتى وجدوه بعد 3 أيام، وجدوه قد حفر حفرة فجلس فيها، فقالوا له: يا نبي الله. قالوا له: يا يحيى، وهو نبي، ما الذي تفعله هنا؟ وكان جالسا في الحفرة يبكي. قالوا: ما الذي تفعله؟ قال: يا أبي. يكلم من؟ يكلم أباه النبي، يقول له: يا أبي، ألم تخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا البكاؤون؟ قال: نعم يا بني. قال: فإني يا أبي أبكي لأجل أن أقطع هذه المفازة. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بل كان يحيى عليه السلام من أشد الناس زهدا، كان يأكل من ورق الشجر، كان يشرب من ماء النهر، كان يجلس أياما طاويا لا يأكل ولا يشرب من شدة الجوع. يفعل هذا لمن؟ لله عز وجل. كان لا يريد شيئا من الدنيا، كان يجلس مع قومه يذكرهم بالله عز وجل ويبكي وهو يعظهم. وكان من أشد الناس برا بأمه وأبيه: يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تقوى، إيمان، ملئ قلبه بالإيمان. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. فلم يكن يرد لهما أمرا، كان من أكثر الناس برا بأبيه. من أبوه؟ زكريا. من أمه؟ أمه أخت مريم العذراء. من هذه الأسرة؟ أي أمة هذه؟ خرج منها يحيى هذا الصبي الصغير. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. بل كان رحيما، كان حليما، كان تقيا، كان خاشعا، كان بكاء عليه الصلاة والسلام. من؟ إنه الصبي يحيى الذي عاش على الإيمان وتربى على الإيمان
ولهذا قال الرب عز وجل عن يحيى: والسلام عليه، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاثة مراحل أحوج ما يكون الإنسان فيه لربه عز وجل. الله سلم يحيى. إذا ولد الإنسان خرج من حياة إلى حياة، من بطن أمه إلى هذه الحياة الدنيا، سلمه الرب عز وجل. الثانية، إذا مات الإنسان يخرج من هذه الدنيا إلى حياة أخرى. الثالثة، إذا بعث الناس من قبورهم. في هذه الحالات الثلاث سلم الله عز وجل يحيى عليه السلام. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كان زاهدا، كان لا يلبس من الملابس إلا ما زهد الناس فيها، لا يأكل من الطعام إلا ما ترفع الناس عنه. كان يجلس مع الفقراء، كان يجلس مع المساكين، كان كمن وصف الله عز وجل عباده: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى. يحيى عليه السلام ما أراد شيئا من الدنيا. ما لي وللدنيا كما قال نبينا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يجلس بين الأشجار يأكل أوراقها ويسبح الله عز وجل ويصلي ويتعبد ويجلس يتفكر في خلق الله عز وجل، فيبكي من خشية الله عز وجل ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يحيى عليه السلام مع أبيه زكريا مع أمه، إنه بيت صالح، ترعرعوا في هذا البيت، نشأت هذه الأسرة. كبر يحيى عليه السلام، تربى على يد أبيه ذلك النبي الصالح على الصلاة، على العبادة، على الزهد في هذه الحياة الدنيا، على الصدع بالحق، على الإيمان، على التقوى، على البكاء من خشية الله. كان كثير المواعظ، كان كثير الدعاء، كان كثير ذكر الله عز وجل. إنه يحيى عليه السلام وأبوه زكريا نبيان، فما أروع هذا البيت وما أحلى هذه الحياة. قصص نور قصص قصص نور قصص. يحيى عليه السلام عاش مع أبيه زكريا عليه السلام ذلك الشيخ الكبير حياة مليئة بالدعوة إلى الله والإيمان والعبادة. لكن بني إسرائيل الذين قتلوا الكثير من الأنبياء لم يتركوا زكريا وشأنه. علم الشيخ الكبير زكريا أن بني إسرائيل ينوون قتله وذبحه، فخرج من بيته وهم يبحثون عنه، فدخل الغابة وأخذ يركض بين الأشجار، وبنو إسرائيل وراءه يحملون منشارا يريدون قطع نبي الله عز وجل. فرأى زكريا عليه السلام شجرة في الغابة قد فتحت له، أذن الله أن تفتح هذه الشجرة، وكانت كبيرة، فدخل فيها زكريا عليه السلام. فلما أغلقت الشجرة كان إبليس حاضرا، أخذ جزءا من ثوب زكريا وأخرجه، وأطبقت الشجرة، ودل إبليس بني إسرائيل على مكان زكريا عليه السلام. فجاء بنو إسرائيل حول الشجرة وبدأوا ينشرونها ينشرونها، وفيها من؟ فيها نبي الله زكريا. فلما وصل المنشار إلى زكريا أن زكريا من الألم، فقال الله عز وجل: يا زكريا، لئن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها.
لأقلبن الأرض بمن فيها. فسكت زكريا رحمة بأمته حتى لا يهلكهم الرب عز وجل، فنشر نصفين اثنين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل يقال أن صخرة في فلسطين ذبح عليها 70 نبيا، ما تركوا نبيا لوحده. إما تكذيب وكفر واستهزاء وسخرية، وإما قتل وذبح. نشروا زكريا بالمنشار. بقي من؟ بقي ابنه يحيى عليه السلام، بقي ذلك الشاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وكان هناك نبي وكان هناك ملك من الملوك يعرف أن يحيى نبيا من الأنبياء. أحب هذا الملك امرأة من أرحامه وأراد الزواج منها، وكان في شرعهم لا يحل له أن يتزوج منها. وقبل أن يتزوجها وكانت الفتاة تتقرب إلى هذا الملك، تريد أن يتزوجها لدنيا تصيبها، وكانت أمها ترسلها كل يوم إلى الملك لتتزين له. فقال الملك: أتزوجك بشرط. قالت: ما هو الشرط؟ قال: أن أسأل نبي الله، فإن أذن تزوجتك. فجاء بيحيى عليه السلام، قال: أيجوز لي أن أتزوج من هذه المرأة؟ وكان يحيى متعلقا بربه، قال: والله لا يجوز، لا يجوز لك أن تتزوج بها. فتوقف الملك. فجاءت المرأة تسأله: متى الزواج؟ قال لها: إن كنت قد قبلت بالشرط فإني قد سألت نبي الله وقد نهاني عن الزواج منك. فحزنت المرأة وتضايقت وجاءت إلى أمها، فقالت الأم لابنتها: تزيني وتجملي للملك وافتنيه. فجاءت في كامل زينتها، إن كيدكن عظيم. فلما أراد الملك أن يقترب منها قالت: لا، لن تمسني أبدا إلا بشرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ قالت له: أن تذهب وتذبح يحيى وتأتيني برأسه. قال: الأمر سهل، نبي الله، لكن الأمر عنده سهل. فأرسل جنوده أن ائتوني برأس يحيى، ذلك البكاء، ذلك العابد، ذلك النبي، ذلك الرجل الحكيم، منذ صغره تربى على طاعة الله. دخلوا عليه وهو يصلي، وهو قائم في المحراب يصلي، فجاءوا إليه بالسيف فقطعوا رأسه ووضعوه في طست والدم يسيل. وأسرعوا بالرأس إلى من؟ إلى ذلك الملك الجبار، والمرأة عنده وأمها بجنبها. فلما أحضروا رأس يحيى عليه السلام إلى ذلك الملك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأدخل الرأس ففرحت الفتاة واستبشرت وقالت للملك: الآن أتزوج بك، الآن هيت لك، الآن أنا ملك يديك. أذن الله عز وجل أن تهتز الأرض ويخسف بهذه الفتاة، فأخذت الأرض تبلعها والأم تصيح والأرض تبلعها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء الرب عز وجل أن يخسف بكم الأرض؟ خسف بالفتاة والأم تنظر إليها، الأم تنظر إلى ابنتها والأرض تبلعها. نعم، قتل زكريا، نعم، ذبح يحيى عليه السلام، ذبح الاثنان. هكذا بنو إسرائيل، لو لم يريدوا نبيا من الأنبياء ذبحوه، إما كذبوه وكفروا به وإما ذبحوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نشروا زكريا وقطعوا رأس يحيى عليهما السلام، وطويت صفحة من صفحات الأنبياء. في الحلقة القادمة عندنا قصة عظيمة. قبل أن نذكر نبيا آخر، قصة من؟ إنها قصة العذراء،
قصة من؟ قصة سيدة نساء العالمين. من؟ إنها مريم عليها السلام. ما في قصتها من عبر، ما في قصتها من جمال، إنها سيدة النساء ولا فخر، إنها مريم العذراء. كيف ولدت وكيف نشأت وأين ترعرعت وأين عاشت هذه المرأة وأين تربت هذه السيدة، سيدة نساء العالمين مريم العذراء، وما في قصتها من عبر ومن جمال ومن روعة سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. آل عمران كانت أسرة صالحة. إذا رزقتني ولدا فإنني أنذره لخدمة المصلين في بيت المقدس. فلما وضعت حملها فإذا بها فتاة جميلة، وفعلا جاءت سيدة نساء العالمين. الكل يتمنى أن يتكفل مريم لأنها من آل عمران. قالوا إذن لابد من القرعة، ماذا نفعل؟ كان يأتيها بالطعام فيجد طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف. ثم جاءت البشارة الثانية لمريم العذراء: أنا جبريل. قالت: ما الذي جاء بك؟ أي أسرة هذه؟ عيسى للتو مولود لكنه يكلم من؟ يكلم أمه. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعظيم. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.